نور، فقرتنا الأولى الفقرة الطبية يلي دائما الناس يمكن بينطروا الإجابة على كثير من أسئلتهم. اليوم عم نحكي عن مرضى القلب وخاصة عند الشباب يلي بيعد طبعا هذا المرض من أكثر الأمراض خطورة على الشباب، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا. ما الأسباب وما هي التحذيرات التي يجب على الشباب اتباعها؟ كل هاي الأسئلة والاستفسارات رح يجاوبنا عنا الدكتور فراس زيدان واختصاصي قلبية وقسطرة. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. يمكن أشارت نقطة فرح كتير مهمة هي إصابة الشباب اليوم بأمراض القلب. عم نشوف إصابات كتير كبيرة، وفجأة مثلا بتلاقي صبية بعمر الورد توفت بجلطة قلبية. خلينا نحكي عن أسباب إصابة الشباب اليوم بأمراض القلب. الأسباب بإصابة الشباب بأمراض القلب زيادة عوامل الخطورة اللي عم نلاحظها عند الشباب، يعني التدخين المفرط والارتفاع الضغط الشرياني اللي عم بيصير، وحتى عم نشوف أمراض الداء السكري بعمر مبكر، بالإضافة للشدة النفسية اللي عم تلعب دور كبير بهالمواضيع، وارتفاع القيم الكوليسترول الضار اللي عم بيؤدي لزيادة بلزوجة الدم وفعالية الخسارات الزايدة اللي عم تصير. نعم دكتور، شو هي المؤشرات اللي ممكن يشعر فيها أي شاب أو صبية قبل ما فعلا يتأكد أنه هو مصاب بمرض قلب، تستدعي أنه يروح على الدكتور مثل ما بنقول نحن يمكن ويلحق حاله؟ تمام. هلأ نحن أهم شيء لازم الواحد دايما يراقب أنه شو عنده من عوامل الخطورة الموجودة هي، يعني دايما الواحد يحاول يعدل نمط حياته، يعني بوجود هالعوامل الخطورة لأمراض القلب، إذا في تدخين زايد مثل ما حكينا، شدة نفسية، ارتفاع الكوليسترول اللي حكينا، والداء السكري وارتفاع الضغط الشرياني، يعني هي العوامل بتوجهه انه هو ممكن إذا عنده إياها ممكن مع المستقبل يصير عنده أمراض عوامل وراثية ممكن يكون، وطبعا العامل الوراثي أكيد بيلعب دور، يعني هو ممكن يكون ارتفاع كوليسترول عائلي، يعني يندرج ضمن الكوليسترول العائلي. فالأعراض اللي ممكن تؤدي لهالشيء ممكن يحس بألم صدري، بس مو أي ألم صدري نقول والله أنا عندي القلب، يعني بده يكون ألم صدري له صفات معينة، ألم صدري ضاغط يمتد ممكن للذراع أو للفك أو للظهر، ممكن لرأس المعدة، طبعا ممكن مع تعرق يعطي أعراض تعرق، وحتى ممكن حس غثيان وإقياء. طيب دكتور عم نشوف يكون هيك الألم، عفوا يكون هيك الألم الصدري صفاته، هون الواحد ممكن يخاف منه يتوجه يفحص عند طبيب قلبية، وهون طبيب القلبية واجبه بقى يشوف عوامل الخطورة عند كل مريض على حدة، بالذات العوامل اللي ذكرناها وقت تكون موجودة، إذا موجود عامل ولا أكثر من عامل كل ما بتزيد نسبة الخطر. طيب دكتور، بس عم نشوف حالات يمكن ما في عندها هي الأعراض، يعني من فترة سمعنا صبية نامت صار معها يمكن بالليل جلطة قلبية وتوفت، مع يعني مع أنه ما بتدخن، حالتها الصحية بتكون سليمة. هي الظروف الحياتية يمكن أو الضغوطات الحياتية بتلعب دور طبعا نوعا ما، قديش بتأثر يمكن اليوم على العامل الصحي؟ طبعا الشدة النفسية عامل مهم، ممكن يؤدي لتقبض بالأوعية الإكليلية المغذية لعضلة القلب، وممكن يسبب لجلطات والحزن الشديد يعني. دكتور كمان اليوم كثير من الأشخاص مجرد ما بيعرفوا أنه عندهم مشكلة بالقلب بتتغير نمط حياتهم بشكل كلي، يمكن لحتى يتداركوا هي المشكلة قدر الإمكان. اليوم شو هي النصائح اللي ممكن إحنا نوجهها لمرضى القلب خاصة فئة الشباب لحتى يمكن يحافظوا على جسمهم وصحتهم بشكل كامل غير انه يبعدوا عن التدخين؟ هلا بيضل التدخين عامل مهم اساسي واساسي حقيقة بكل امراض نقص التروية القلبية طبعا، بس موضوع اذا في بدانة كمان كثير بتأثر، ممارسة الرياضة، واذا في طبعا ارتفاع ضغط ممكن يكون وراثي عائلي او داء سكري كمان لازم يتعالجوا. طيب يمكن دكتور نحن في عندنا ثقافة فيها مشكلة كتير كبيرة عند كتير من الناس، هي يمكن بنشعر ببعض الآلام بس ما بنتوجه للدكتور، دائما الدكتور بيكون آخر خياراتنا. قديش مهم يمكن ببداية المشكلة انه انا لما احس ببداية الأعراض اتوجه للطبيب، قديش فعلا انا يمكن بحمي حالي من هي المشاكل القلبية الكبيرة؟ تمام.
لكن لانه بدايه الامور بيكون العلاج عم بيكون اسهل وعم يعطي نتائج افضل بكثير قبل ما تتطور الامور، وممكن ترك هالعوامل الخطوره تاذي الشرايين وتتطور نقص التروية بشكل كبير عند المرضى. نعم. اليوم دكتور خلينا نحكي بالتفصيل عن جائحة كورونا، كيف مرضى القلب ممكن يتعاملوا بظل هي الجائحة، خاصة أنه أكثر الدراسات بتقول يلي معرضين أكثر يمكن للوفيات هن المصابين بأمراض القلب ضمن هي الجائحة، ما مدى صحة هذا الشيء وكيف ممكن يتعاملوا؟ والله له صحة كثير كبيرة، لأنه يعني الإصابة بفيروس كورونا خاصة عند المرضى اللي عندهم هالعوامل الخطورة اللي قلناها عم بيكون أحيانا كارثي على المريض. يعني عم نتفاجأ أنه أحيانا شباب ولا شك الكبار بالعمر أكثر، أنه عم بيصير يعني صار معروف للكل أنه الفيروس عم بيسبب آلية خسارية بالجسم بكل الأعضاء وبخاصة بالرئة، فهالشي عم بيسبب نقص أكسجين للمريض ويحتاج أكسجين. فنحن بهيك واقع نحاول إنه يعني نعمل وقاية، فأي مريض عم ينصاب بفيروس كورونا إذا عنده عوامل الخطورة إنه بيدخن، فبيدخن عنده كوليسترول عالي، عنده داء سكري، عنده ضغط، توتر، هالامور هي عم نلاحظ انه هالمرضى بالذات عم يتطور عندهم الحمل الخسري وعم بيصير نقص اكسجين عندهم. فمشان هيك كثير بننبه انه اي مريض عنده اصاب بفيروس كورونا وعنده عوامل خطوره من هالعوامل اللي عم نقولها انه لازم ما يهمل الموضوع، يتابع نفسه مع طبيب، يعمل صورة صدر، حس بضيقة نفس، يقيس أكسجته، نزلت الأكسجين، يعني يتبلش بالعلاج المبكر. طيب دكتور، كثير من الأوقات بنسمع بالنخزات القلبية، يعني في حدا بيقول لك عندي نخزة قلبية عم يعني توجعني، خلينا نفسر طبيا شو هي النخزة القلبية؟ هلا النخزة القلبية ممكن يكون تشنج خارجي بالذات اللي مسار مع التنفس. يعني هذا غالبا بيدل على الالم الصدري او النغزه اللي مساره مع التنفس، غالبا هي تشنجيه. نحن حكينا انه بده يكون الم صدري ضاغط له صفات معينه. بس الى مشاكل صحيه ولا بتكون عارضه؟ لا لا، ما لها مشاكل عارضه حقيقه. فنرجع لموضوعنا هلا، نحن يعني مشان الخسار وهالامور هي بالكورونا حابين نحن ننبه على موضوع انه لاحظنا انه الاستعمال المبكر حقيقه للمرضى اللي عندهم عوامل خطورة وخاصة الكبار بالعمر، الاستعمال المبكر للمميعات، وأنا ما بقصد مميعات حقيقة الأسبرين أو الكلوبيد، بالنهاية الأسبرين والكلوبيد هي مضاد ساق صفيحات. لاحظنا أنه الاستعمال المبكر لمضادات التخثر العامل العاشر مثل الأبيكسابام والروفاكسوبام، هدول عم يعطوا نتائج كتير مفيدة، أسوة بقصة طبية معروفة من زمان، كان أي مريض كبير بالعمر ينكسر عنق الفخذ عنده يسموه كسر الموت من زمان. إن عمل عملية المريض ولا ما عمل، بالنهاية أغلب المرضى ويكونوا كبار بالعمر عم بيموتوا، فإن عملوا عملية وما عملوا، فلاحظوا بعدين بالدراسات إنه هالشيء عم بيأهب لخسار إطلاق صمات خسرية، فهذا السبب اللي عم يخلي المريض يموت. وبعد فترة من البدء بالمعالجة الوقائية بالتمييع صار يعني كسر عند الفخذ، صار نسبة وفيات فيه تكاد تكون ضئيلة جدا جدا يعني. فنحن مشان نفس المبدأ ممكن أي مريض عنده عوامل خطورة، أصاب بفيروس كورونا، عنده عوامل خطورة مؤهبة للخسار، بدخن كتير، عنده خضاب عالي، صار كيلو زوجة، نبلش صراحة بهي الأدوية بجرعة وقائية مثل يعني مثله مثل يعني إنه أي مريض مؤهب للخسار. وهالشي لاحظنا إنه خفت الحاجة حقيقة للأكسجين، قليل من المرضى اللي تطور عندهم خسار رئوي أو خسار بالجسم، وخفت الحاجة طبعا هيك للمشفى وللأكسجين يعني. واللي لفت نظرنا إنه لاحظنا كثير مرضى
كانوا عم ياخذوا مثبطات العامل العاشر ضد التخثر لاسباب اخرى مو مشان الفيروس كورونا، ممكن مريض عنده او مريضه عندها التهاب وريد خصري، فبنعطيهم مميعات بجرعه وقائيه دائما، او مرضى مثلا ممكن يكون عندهم اضطراب بنظم القلب عم ياخذوا المميعات. لاحظنا انه اللي انصاب منهم بفيروس كورونا ما تطور عنده، كانت مناعته اقوى، مو انه مناعه بس ما تطور عنده بشكل مخيف خسارية، نوع مشاكل خسريه ونقص اكسجين. نعم. وعلى فرض يعني تطور نقص اكسجين عند مريض وصار في حمل خسري على الرئه، فلاحظنا كمان يعني شغله كثير مفيده انه اضافه الهيبارين، ان كان الهيبارين وريديا او الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي كأبر تحت الجلد ببداية العلاج، عم تساعد كتير ب يعني تخفيف الحمل الخسري والتمييع الجيد للمريض، وعم يتحسنوا أغلب المرضى. نعم دكتور، شو فينا نعطي نصائح أخيرة لكل الشباب يلي يمكن مصابين بمرضى القلب أو عندهم بعض مشاكل القلبية وأيضا لكبار السن بظل هاي الجائحة؟ والله نرجع بنقول أهم شيء تعديل نمط الحياة، يعني البدانة المفرطة السمنة هي عامل كتير خطير، وممارسة الرياضة بتساعد كتير بهالموضوع، وإذا في أمراض ضغط وسكر لازم نضبطها بشكل جيد، يعني هي الأمور الأهم حقيقة. والكوليسترول السيء وهي خليناها الأخير لأنه هي أهم شيء حقيقة، دايما عم نلاحظ انه التدخين والارجيله عم بيسببوا كثير تاثيرات، لانه الاليه عم تكون بارتفاع الخضاب الكبير واللزوجه العاليه للدم والتاهب للخسارات، فمشان هيك من اهم التوصيات حقيقه انه مشان يمرق فيروس كورونا اذا الواحد انصاب لا قدر الله، انه يمرق يعني بسلاسه ما يسبب اذيات خساريه ويعتاز المريض لاكسجين وهيك. أكيد دكتور فراس زيدان أخصائي قلبية وقسطرة، نتشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لكم ودمتم صحة وعافية جميعا. شكرا لك دكتور مرة ثانية، وتحيتنا كمان لكل الأطباء السوريين. شكرا لكم.